أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن عدد زوار الموقع الإلكتروني للوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري قد تجاوز 100,000 زيارة، ومشيرة إلى الإقبال والتفاعل المتزايد من قبل المواطنين والمراجعين لإتمام المعاملات الإسكانية عبر استخدام الخدمات الإلكترونية والمتاحة عبر منصة مركز خدمة العملاء عن بعد، والتي تم إطلاقها في شهر يونيو الماضي، وذلك في ظل ما توفره من سهولة استخدام الخدمات الإلكترونية ووسائل الدعم والمساندة المقدمة للزائرين، فضلا عن القنوات التفاعلية التي أضافت مزيدا من التفاعل بين المواطنين والوزارة.